والآن الآن أنادي على أستاذ آخر، أستاذ من أساتذة الأماجد الأفاضل، اشتغل منذ سنة 1974 كأستاذ بالتعليم الابتدائي بنيابة طرفايا ثم نيابة تزنيت، فأستاذا بالتعليم الثانوي الإعدادي بكل من نيابة تارودانت ونيابة تزنيت ونيابة تزنيت، ثم حارسا عاما للخارجية بنفس النيابة إلى أن أحيل عن التقاعد سنة 2014. إنه الأستاذ المحترم أستاذ أحمد وحسين. سنبدأ بك لأنه تلميذ، لأن تلميذا من تلامذتك طلب أن يسلمك هذا التذكار وهذه الهدية كعربون محبة وتقدير وإجلال وشكر لكم على أنكم كنتم أستاذه في حقبة من الزمان. إنه الأستاذ سيدي صني. وهذه عهود من الآباء يتوارثها الأبناء، وهذا هو التكريم، التكريم الحقيقي أن التلميذ وهو في هذا المركز، مركز المسؤولية، يقدم هدية وتذكارا، وكذلك يريد أن يقدم كلمة ويلقي كلمة في حق الأستاذ. هذا الراجل في واحد اللحظة اللي كان بلاك معدوم، كانش طاقة، وكان خاصك تقضي ليالي تنبش على العجلات في الرملة باش يلا تقطع كيلومتر ولا كيلومترين، وكان خاصك تنطر الليالي طوال لتجد وسيلة نقل توقلك من طنطان إلى طرفاية، يعني واحد المسافة ديال 220 كيلومتر. 220 كيلومتر كان الناس كيقضوا فيها على الأقل، على الأقل من خمسة ليالي وأربعة أيام. كانت صعوبة مضنية للغاية. هذا الرجل كان أمين علينا، لولا ما وصلناش حقيقة إياه. وتصوروا ما بين ما أحمله معي لهذا الرجل، من تربية هذا الرجل، أني دائما أحمل في جيبي أو ملحفتي مقص أظافر. علاش؟ تربية هذا الرجل، كان الوحيد اللي يجي يدخل المؤسسة كينبشنا يفتشنا، علمنا حاجات اللي كنا بحاجة لها. واللحظة اللي جيت لتيزنيت ولقيت راسي قدام هذا العالم الشامخ، كنت كنستحي أني نجلس في مكتب في كرسي النائب والسي محسن يجلس قدامي، استحي كثيرا. الأكثر من أكثر من هذا، ما يجعلني محبا للغة العربية يرجع الفضل إلى هذا الرجل وإلى قطعة أم الحمام مرة. أمامي مرة قالت لهم لا تخرجوا، قالت لهم لا تخرجوا، قالت لهم لا تخرجوا، والحمام والرجل قالت لهم لا تخرجوا.